طنجة كمدينة مبدعة في مجال السينما ضمن شبكة المدن الإبداعية لليونسكو، وهي الرغبة التي تأتي من إيماننا العميق بتاريخ المدينة العريق وثقافتها الغنية. نحن نرى أن طنجة تملك كل المقومات لتكون فضاء رائد للإبداع السينمائي، ولهذا نرحب بكل الأعمال السينمائية التي تختار مدينتنا كوجهة لها. وعلى غرار ما فعلناه مع فريق مسلسل دارنسا الذي أعربنا له عن شكرنا لاختياره طنجة كمسرح أحداثه، نتقدم بالشكر لكل من اختاروا مدينتنا لتصوير أعمالهم السينمائية، وتكريما منا لإسهاماته الكبيرة ودوره الريادي في تطوير السينما الوطنية. سنعمل قريبا على إطلاق اسم ابن مدينة طنجة البار الراحل نور الدين الصاري على أحد شوارع هذه المدينة. وفي إطار التزامنا لتعزيز مكانة الثقافة، نراهن على جعل الثقافة محورا أساسيا للتنمية خلال السنوات المقبلة. ومن هذا المنطلق نعمل على ترميم وبناء عدد من المنشآت الثقافية الهامة، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم المخصص للقطاع الثقافي 10 مرات خلال السنوات الأخيرة. كما نسعى أيضا إلى توسيع شراكاتنا وتوأماتنا الثقافية مع عدد من المدن العالمية الكبرى بهدف تنويع العرض الثقافي بمدينتنا والمساهمة في تعزيز الدبلوماسية الثقافية التي نعتبرها جزءاً من هوية طنجة الحضارية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.